لو الحكاية فيها إن فيجو نروح للدلو. بعد كده الدلو عندهم القمر بيدعمهم جدا النهاردة، عندهم حيوية وعندهم نشاط وعندهم لباقة ودبلوماسية وبلاغة في التعبير عن أفكارهم، ويقدروا ان هم يجتهدوا جدا ويقدروا ان هم يتفهموا ويحققوا تفاهم مع الأطراف الأخرى اللي بيتعاملوا معاها على الصعيد الاجتماعي والعائلي والعاطفي وكمان المهني. فيجو